انا اقول لك قبل كنت قلت لك انا اول مره هذا وياك وين ما تروح يعني تقريبا وين ما تقريبا ميدا ميدا العمليات بالقرارات والدواوين صح صح شلون شفت الاعلام خلينا نسوي مع حوار صغير كذي وتحطونه عندكم شلون شفت العمليه الاعلاميه لما اخذت هالمجال انت تصور وتعرض حق الناس انا في البدايه كنت متخوف يعني هواجس تجيك يعني انه والله تخربط بدليات مش عارف ايش بس شفت انها كل ما تمارسها اكثر كل ما تصير العمليه طبيعيه حتى يكون قبول عند الناس تتقبل دكتور وايد لا وايد وايد تعرف وايد المرات في مرات الوظيفه تفرض عليك انطباع معين حتى صحيح. عند المريض غير صحيح. المرات لما تكون تكسر هذا الحاجز صح عرفت الفكره اللي بوصلها مو هذا اللي انا حاولت ان اسويه ليش انا قلت له رياليتي شيء من الواقع ما في تمثيل ما في يعني قاعد احاول اكون على طبيعتي قدر المستطاع كني انا قاعد مع اصدقاء مع ربع على اساس انه توصل الشخصيه الحقيقيه اليوم عندنا مقابله في تلفزيون الراي نتكلم عن ورشه العمل اللي سويناها عن الروبوت الله كريم ان شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام. محمد البنا. معك عبد الرزاق الموسى استشاري بالعلاقات الإنسانية متخصص بحل المشاكل بالحب. يا سلام. اللي يحب نفسه يروح يتعالج عندك. إنزين. يبي يخمر ما يبي يداوى معناها ما يبي يحل مشكلة. صح. البعض يعتقد إن المقابلة تطلع حلوة كذي ارتجالا ولكن الصحيح هو لابد. من التحضير لأي مقابلة ولأي محاضرة الواحد يسويها يعني أنا قبل أطلع بأي مقابلة أطلب محاور الحلقة أطلب الأسئلة أجاوبهم أحفظهم أتأكد أن الأسئلة صحيحة وليست تأليف مثلا خاصة إذا الأسئلة طبية أحفظ الأجوبة وبعدين أطلع على الهواء على أساس أجاب للناس تكلم عن الحب مو هذا الحد فيه ها؟ الناس اسبالهم الحب ريال ومره انزين اكو الوان صحيح صحيح بالضبط بالضبط تحب العمل تحب الفلوس تحب الناس تحب المشاعر صحيح عسى ما تقول الدنيا مليئه بالحب انا عسى ما اروح مكان خصوصا دوالي اقول لهم اليوم بكلمكم عن الحب كيف الشيء الثاني نفس العمليه هذه اسويها مع المحاضرات اذا عندي محاضره احتاج اني انا اقدمها دائما احاول ان انا اخلصها قبلها بفتره احفظ المحاضره على اساس ان لما هي اقدم المحاضره ما اقعد اقرا وانا قاعد اتكلم قدام الناس لا السلايد موجود وانت قاعد تتكلم من غير شيء انزل انا اقول لك ازيدك من شعر بيت يعني انا عندي المتابعات يقول خلاص الدنيا ما عاد فيها حب الريال فانا دائما ردي هو انت ليش تقرنين الحب بالريال صح هذه النقطه الاولى النقطة الثانية شنو اللي يمنع ان انا احبك ليش انت لازم انت تحبني شنو يمنع ان انا احبك اوكي صح ولا لا زين حتى لو بصمت وانت ما تدري خل انا احب اكثر ما استطيع وانغمس بالحب واغرق بالحب ليش لابد من ان الشخص الثاني يحبني بعد مو مبالغ فيه شنو هذا لا 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 انت يعتمد انت شلون تبي تظهر امام الناس تبي تظهر بشكل الواثق اللي عارف شنو قاعد يقول اوكي تبي تظهر بشكل مهزوز وتقطع وتأتئ ومش عارف ايش اطلع بدون تحضير حتى البعض يدري اذا انا محضر ولا مو محضر بعض الاماكن يفاجئني مثلا المذيع باسئله انا مو محضر لها فلا بد ان انا الحين افكر على اساس اني انا اجاوب والنقطه الاخيره لازم الحب الى القبر شلون يعني ابيك تحبني لين تموت بلشتوا
بلشنا إيه بلشنا خلاص تصوير برنامج. شانش هلا هلا استاذة شانش. صحيح أنت بعد أخذتي؟ زين زين. إذا الحين أنا أقول لك تزوجنا خلال فترة الزواج كنت تحبيني وأنا أحبك، صار خلاف، أمي تدخلت، أمك، أبوك، أيا كان اختلفنا. أنا بروف الدكاترة. أنا مو دكتور. وين الدكاترة؟ أنا أولاً مو دكتور، صار لي 5 سنين وأنا أعلن في كل الوسائل. يعني أنا علمت اليوم أديتك الدكتور ما فيهاش هذا. ادخل تويتر هذا أول ما تشوف. الله يخليكم أنا مو دكتور. هالأيام ال إنزين شنو اللي يمنع أن هذا اللي كان بيننا حب؟ ليش لازم ليه القبر ولا مو حب؟ خلاص انفصلنا، حبيتي واحد جديد، أنا حبيت واحدة جديدة. خلاص الحين بهذا العلاقة هذه صرنا نحب بعض، انتهت، أحب ثالث وأحب رابع وأحب، شنو اللي يمنع؟ إذا عندك يا هال صعب المرأة رح تحس بتأنيب. أبو تركي هلا طال عمرك، شلونك؟ طيب إن شاء الله، الله يحفظك. ما شاء الله نور السقف. نور نورك طال عمرك، النور نورك. ميثم ميثم ويانا وين مروا؟ بالروبوت عادسا جراحه. مشكور هذا بطل الابطال الكويتي. مشكور مشكور مشكور. مالك زول طال عمرك، الف خفيهم واللي متميزين. عطني الكاميرا هنا هذا النكت هنا هذا الحين. خلي الهوا بسبه الدكتور هذا بطل الابطال الكويتي. مشكور طال عمرك، اللي نفخر فيه وانا فاخر فيه وانا حارف فيه. مشكور طال عمرك. واللي بالخارج راح ندز على برا يعالجه ان شاء الله، واللي عنده علاج بالخارج حق الكويت عند دكتور. مشكور مشكور مشكور. مر بالضبط حبيبي. نشوف ان شاء الله. اي ان شاء الله ان شاء الله. اذا اكثر مشاكل الناس فقدان الحب، كدكتور كطبيب متخصص يعرف ان الانسان اذا كره نفسه تبتدي ترسل رسائل الى كل خليه ان هذا الانسان يكره نفسه، فتقوم كل خليه تكره الثانيه. لما تكره الخليه تكرهينها يتغير برنامجها، يقوم جهاز المناعه يحاربها، لان هذا مو الرقم اللي ايه نعم نعم. فالحب طاقه شفاء. اكيد اكيد بلا شك بلا في شك في كل شيء في كل شيء. احنا الحين نقوله والله ناخذ عليه فلوس. تفضل تفضل. والله استانست انا شفته. بصدفه احد الاخوان الموجودين عندنا متقاعد وكذا، نعم، فتكلم قال يا اخي في استشاري قلب اسمه دكتور محمد البنا، ليش ما قلت يا اخوي اسمه ما شاء الله كل يوم ضيوف. انزين فاسماء كثير، قلت انا هذا مسوي معاه لقاء. انزين اسماء قال لا ما سويته معاه. ايه قلت مستحيل، مر علي محمد البنا مستحيل مسوي معاه. قال لا ما سويته، شككني في نفسي. زين. ايش مسوي لك هو؟ قال يا اخي انا قرالي فتح قلب ما شو لهني. ايه وما ادري شو بس الحمد لله هو الله يجزاه خير سوى لي فتحه صغيره هالصوت. نعم صحيح وسوى لي قلب وكذا، بس انجرحت حنجرتي. قلت يبا انتم حنجرتي. تقول له يبا هذا عصب القلب حاشي. نعم. عصب الصوت تاثر معاه تدريجيا. مع بالضبط صحيح 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 ولا خطا ومشوا. لا 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 صحيح لا صحيح. اي وعاده نعطيهم هذيل نعطيهم كورتيزون على اساس انه يخف التهيج اللي صاير حوالين عصب الصوت ويرجع مع الوقت تلقاه يرجع. يحتاج له احلى صراحه. اي والله صوت صوت على الوقت بالكورتيزون. حبيبي دكتور شرفنا، حبيت لقاء سريع جدا. حبيبي مشكور مشكور وجميل بكل حالاته بعد عمرك. عسى الله يوفقك ويزيدك من علمه يا رب. مشكور طال عمرك. ووظف هذا العلم لخدمه الناس جميعا ان شاء الله. بارك الله فيكم. مشكور طال عمرك. الله يحفظك. الله يطول عمرك. نستمتع بظهوركم معنا. مشكور مشكورين. لما تحضرون عندنا انتم اللي تبرزوننا اكثر احنا في برامجنا. نعم. انتم هامه طبيه نفخر فيها كلها. مشكور 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 طال عمرك. فاخر فيه للامانه. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك. خجل يعني انت فختني ما اسوي بروحي. حبيبي مشكور مشكور طال عمرك.